نرحب بمعيتكم بفضيلة الدكتور محمد الفيد الأستاذ الباحث بمعهد الحسن الثاني الزراعة والبيطرة بالرباط والمتخصص في علوم التغذية. أهلا بفضيلتكم. أهلا وسهلا. في حلقة هذا المساء سوف نتحدث عن الفطر الهندي أو الكفير. لقد أصبح البحث عن بدائل غذائية ذات قيمة علاجية عالية مهمة جدا في عصرنا الحالي بعد معرفة أضرار المواد الغذائية المصنعة والوجبات السريعة والمواد الحافظة والنكهات الصناعية وانتشار الأمراض الخبيثة والغريبة. وهذا طبعا حقهم وشيء محمود ويظهر جليا عندما نبحث عن هذه المواد ذات القيمة الغذائية المهمة لتعويضنا عن ما نقص كالفطر الهندي أو الكفير. لقد تم جلب الفطر الهندي من الهند على يد بروفيسور كان يعمل في عيادة أو في عيادة جامعة هيوستن في ألمانيا والذي عمل في الهند لمدة 5 سنوات. تطور ورم الكبد لديه أثناء وجوده هناك وعالج السرطان بحليب الفطر وقد تم شفاؤه نهائيا. ومن ذلك الوقت تم تناقل هذا الخبر وتناول هذا الفطر بين الناس في جميع أنحاء العالم، فهو يساعد على تحسين عمل الكبد، المرارة، ونشاط وفعالية القلب، يساعد في تحسين وتوازن مرور الأكسجين في الجسم والمخ ويمنع الشيخوخة ويساعد على مرونة العضلات والشرايين. دكتور، هذا الفطر الهندي أو الكفير، ونشكركم طبعا على اختيار هذا الموضوع، أو حليب الفطر الهندي، ما سره العجيب؟ فالعديد من الناس يودون معرفة سره العجيب، هل فعلا له هذه الخصائص أو هذه الخاصية في علاج السرطان؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني خبر غريب جدا، غريب، خبر غريب جدا، هذا علاج سرطان الكبد الكثير، خبر غريب، يعني أكاد لا أصدقه، لأن هناك أشياء منشورة على الشبكة العنكبوتية. نعم، أشياء. نعم، نعم. تغري الناس وما شاء الله، وغادي يضيعوا الناس، يعني هذا خبر يتناقل، غادي يضيعوا رزقهم وتناقل في العالم. فهذا الكفير هو ليس بديل جديد، وليس الناس يبحثون عن بدائل. نعم، ولكن لماذا يبحثون عن بدائل؟ لماذا لا يعيشون، لا يرجعون إلى 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 الحياة التي لم يكن فيها سرطان ولم يكن فيها أمراض؟ فقط ارجعوا الحياة السبعينيات ولن يكون هناك مرض على وجه الأرض. فها الناس خربوا حياتهم ونمط عيشهم، ويعني أهملوا كثير من المكونات التي خلق الله سبحانه وتعالى في على وجه الأرض كي نستفيد منها، وهي داخل تدخل في النعم. ففطر هذا الحليب الكفير أو مشروب الكفير، نعم، هو لبن عادي، لبن الخب، البلدي اللي كنسموه في المغرب البلدي. غير هذا الكفير هي عشبة، هذا نبات اسمه الكفير، وهذا النبات يخرج حبوب خضراء بحال الكبار، مثل حبوب القبار. نعم. وهذه الحبوب كان هذو المنطقة القوقاز، نعم، وكان كانوا يأخذون هذه الحبوب ويجبنون بها الحليب، يضعونها في الحليب فقط. هذه نعم، فقط ليس هناك أي سر وليس هناك أي عجب طبعا. ولا إله إلا الله، أنا كثرة الإشاعات وأنه يعالج أعصاب ولا يعالج شيئا، وهو غذاء متدني بالنسبة لنا في علم التغذية، وغذاء متدني جدا. فهذا الكفير سمي، هذا اللبن سمي لبن الكفير لأن هذوك حبوب الكفير فيهم فطريات، فيهم يعني خمائر، مش فطريات، خميرة الكانديدا كفير. نعم. ليس هناك سر عليه، نحن نعزل في المختبر خمائر يعني أعلى جودة من هذه الإنيزيتيتيس والدياستاتيكيس، خمائر اللي عزلناها من الخميرة البلدية هي أرقى من هذه الخمائر، ولكن الناس دائما يمشون إلى الموضة. مشروع هذا الكفير الذي يباع في مدينة الدار البيضاء وفي الرباط وجميع المدن للدول العربية، هو اسمه أكاد أقول بأنه يعني ضحك على دقون الناس فقط، يعني فليس هناك شيء جديد اخترعه الناس، لأن هذه أشياء كانت بدائية جدا. ولا اليوغورت بالأرمينية اللبن فقط، والآن اليوغورت يعتبر منتوج راقي وليس منتوج راقي، يعني ماذا؟ لأنه يخمر ببكتيريا، نوعين من البكتيريا اللبنية، واللبن اللي كان في أرمينيا
لا ليس لا يخمر بنوعين، لكن العلماء عزلوا نوعين فبدأوا يخمرون هذا الحليب ويسمونه يوغورت وأنه راقي وأنه حتى أنه أطلقوا عليه باش لكي يشتهر ولكي يشتريه الناس، أطلقوا عليه إشاعة أنه يزيد في العمر في الاتحاد السوفيتي. نعم وهذا خطير يعني. نعم وبدأ الناس يستهلكون هذه اليوغورت، من كان يريد هذا اليوغورت، لأن اللبن الخض المغربي والمصري والعراقي والتونسي والجزائري ولبن الخض أحسن بكثير من هذه المنتجة، لا من الكيفير ولا من اليوغورت ولا من الأجبان ولا من هذا. هناك لبن في بلغاريا اسمه لبن البلغاري. نعم. شنو لبن البلغاري؟ لبن البلغاري هو مخمر باللاكتوباسيلوس بلغاريكيس، واحد بكتيريا يخمر بهذا اللبن ثم يسمي الباتر ميلك، هذا يعني البلغاريان ميلك. واللبن المغربي اللبن البلدي المغربي لبن الخض المغربي نعم يخمر بأكثر من 50 نوع من البكتيريا اللبنية، وليس فيه هو خمائر، لازم خمائر ما تكونش، لازم تكون خمائر لبنية، لما تكون لوكونستوك واللاكتوكوكس لاكتوكوكس وستريبتوكوكس واللاكتوباسيلوس، هذه البكتيريا اللبنية كلها توجد في لبن الخد. الآن هل الناس يستهلكون لبن الخد كما هو الطبيعي الذي كان يحضر من لبن الموسم، الأبقار التي ترعى في المراعي ثم تعطي حليب جيد في كاروتين مرتفع ثم عليه وفي زبدة جيدة وما إلى ذلك؟ لا، الناس كما قلت يعني أهملوا حياتهم وجهلوا حياتهم، فيعودون الآن إلى هذه الأشياء التي تغري الناس وتباع هكذا بثمن يعني. أنا استغربت يعني الأول مرة شفت هذا الفطر، دخل جابوه الناس، جابوه المغاربة أتوا به من العمرة، جابوه من العربية السعودية بعد النساء، النساء يسألنا كثير يعني اللي كيمشوا للعمرة والحج وكيجيبوا شو، والأشياء التي تأتي من مكة هي أشياء مقدسة عند الناس، وهذا هذا المفهوم لازم يعني يجب أن يتوقف. فهذا الفطر جابوه النساء، وكان كان من النساء اللي كانوا كيخزنوه. نعم. بحال أضفوا عليه شيء من القدسية ولا شيء من الغيب. لو كيخزنوه ومغطينوه ما خصوش يقولوا الناس بأنه سر، وأن ربما يظنون أن شيء أتاه. كاين سؤال ولد اللي قالت يعني كانوا كيحسد ليها كيفاش تحفظ التخبية، كانوا كيعطيو خزنة، كانوا كيخزنوا يعطيو شويه خزنه، وتتوصل المره تقول له عندك يشوفوا شي واحد وعندك ليس يقول الاخبار، المفعول ديالو كيبطل. هذه شعوذه، هذه شعوذه. نعم انا عشت هذه الاشياء في الدار البيضاء عند النساء. من جاب يا عباد الله، نحن درسنا في علم التغذيه جميع الالبان المخمره، نعم درسنا اليوغورت ودرسنا اللبن المغربي ودرسنا اللبن البلغاري ولبن الكيفير ولبن الكوميس. نعم. لبن الكوميس يحضر في الاتحاد السوفيتي من لبن الحصان، من لبن هذو الفرس، لبن الفرس. نعم. هو أرقى منتوج هو الكوميس. نعم. هذا لبن الكيفير عندهم في القوقاز. نعم. نحن في المغرب كنجبنوا الحليب. نعم. بهذه النبتة الشاردون هذا اللي كنسموه تيم في المغرب، القوق الحك. نعم. القوقة هذه الفرينت فيها واحد الانزيم نباتي. كنا كنخمروا نجبنوا به لبن العنز وكذلك لبن البقر. واحسن انواع المنتوجات يعني. نعم. وارقام الكثير لان كتجبنوا طبيعي. نعم. والجبن اللي كنا كنجبنوه بالحك ما كناش كنرميو الماء، كان يشرب كله. اما الان ولينا كنديروا تشريش، نزيلوا الشرش يعني هذه اللاكتوسيروم الواي هذه يعني السيباريشن داك الماء، نرميو هذاك الواي وهو اللي فيه فيتامينات وفيه الاملاح مع الاسف. اما في الطريقه المغربيه، ولذلك كلمه جبن ترجموها بعض الباحثين معايا في المعهد ان هذا تشيز، انا قلت لهم لا يترجم، والجبن سميتو الجبن لازم تكتب الجبن بحال السمن بحال البن يعني لا يترجم. لان اذا ترجمناه غادي نديرو اسقاطات على بعض المنتوجات الاخرى وسنضيع هذا المنتوج هذا. فهذا اللبن الكيفير هو لبن عادي، حليب البقر تضاف اليه حبوب الكيفير، هذو لي فرنسيه لي غراندو كيفير، هذوك الحبوب ديال الفطر. نعم. وهذيك هذا ليس فطر، هي خمائر، هي كانديدا. نعم. خميره كانديدا الكيفير، غير هذه الخميره عندها واحد الخاصيه، هي تنمو وكتعطي الشكل الصلب كيبان بحال الكباب بحال الشوفلور. كتعطي واحد الهذي الشكل ديال الفطر دابا داكشي علاش سميناه. نعم. نعم. هي عليا هي الكونديتا، الخمائر راهم فطريات. الخمائر حنا عندنا في علم الجراثيم الفطريات فيهم يعني هادو المولدز فيهم الياس داخلين معاهم، يعني الخمائر داخلين مع الفطريات. نعم. هي الخميره تعتبر فطر كذلك. فهذه لما يخمر يعطي لبن، يعطي لبن فقط، عنده مذاق اللبن وحامض. الحمض لاكتيك، ثم فيه كحول،
خميره تعطي كحول وفي 2% كحول 1.6 يعني التركيز ديال الكحول اللي كيوصل حتى ل 1.6 يعني درجات غيلوساك بمعنى عندك 1.6 ملي في 100 ملي تناولتي مثلا 100 غرام عندك فيها 1.6 غرام كحول. عليا هو كنسميو حنا الكحول الغذائي هذا لا يؤثر. الكحول الغذائي موجود في التين موجود في التمر موجود في الزبيب موجود في كثير من الفواكه موجود حتى في اللبن ديالنا اللبن المغربي الاقدام الاقدام يعني كيصبح فيه كميه يعني من حتى العنب العنب في اخر الموسم اللي كيجنى هذا اللي يقطف العنب في اخر الموسم كيكون يتجعد ويكون فيه كميه الكحول تنتج فيه كميه الكحول ضئيله. فهذا المشروب هذا ليس فيه عجب ولا يعالج وليس فيه اي شيء اي سر باش الناس يكونوا نكونوا واضحين معهم. هذا لبن عادي كاللبن الخض كجميع المنتوجات الالبان ليس فيه سر وليس فيه عجب ولا يعالج اي مرض باش الناس يجب ان يتوقفوا عن هذه الاشاعات وعن هذه الاغراءات لان من العار ان الكيفر يوجد في دول العالم وانه لبن هندي كان الناس لا يسالون عنه ولا حتى يعرفون اسمه حتى اننا ضيعنا منتوجنا الحقيقي الذي يعالج حقا هذا الجبن اللي في المغرب كان يهيئ اللي كنسميه الحك لكي يهيئ بهذه النبته. نعم كان واحد القوقه ديال التيمطا وكان يهيئ حتى بالخرشوف قوقه نعم. الخرشوف علي انه جميع الاعشاب عندنا في المغرب الى الناس ردوا البال كلهم عندهم اسميه امازيغيه نعم. يعني هذه تسكره تيمطا تسرغينت هذه تيميجا هذه المسائل كلها يعني تيغشت هذو كلهم تقريبا النباتات المغربيه كلها عندها اسم امازيغي وحتى نعم. علماء المغرب تركوا هذا الاسم الامازيغي علاش؟ لان يعرفون الناس يعرفون هذه النباتات بهذا الاسم نعم. اذا ترجموا او غيروا الاسم ربما الناس لا يعرفون هذا الاسم فالعلماء كانوا اذكياء تركوا هذا الاسم حتى الناس اللي ماشي امازيغيين كيعرف تيميجا وكيعرف تسكره وتعرف تمر الصيت وتعرف تيمطا وتعرف تسكره هذه منتوجات عندنا في المغرب. تسكره الان شخص في الباديه تقول له تسكره يقول لك تسكره كانت تستعمل يعني من الاشياء التي كانت تعطى للحيوانات باش ترمي هذاك السلا ملي كتولد البهيمه باش ترمي السلا كانوا كيعطيوها هذه النبته هذه علاش؟ لان هي النبته نعم. صالحه للحيوان صالحه حتى للانسان طبعا نعم. هذه التيمطه هذه عند الرينيت القوقه ديالها هذيك الراس الكوب نعم. فيها الرينيت هذوك الشعيرات ناخذهم كنعملوهم في الحليب ولكن بشرط ان يشربا كاملا ما يترماش الماء نعم. يجب ان لا نفصل الشرش ان لا نفصل الماء يعني يجب ان يشرب نعم. هذا هو المنتوج الجيد الذي يفوق الكيفير ب 90 ضعف نعم. ولكن يعني النساء الآن يسألنا عن نبتة القمح نعم وهن لا يقدرن على عجن الخبز بالنخالة والشخص الذي لا يقدر على عجن خبزه ولا يقدر على يعني تقطيع الخضر وطهي الخضر في منزله نعم. فهذا الشخص نحن لا نقدر على أن نفيده بشيء من النصائح طبعا. لا نقدر على أن ننصحه دكتور في نفس السياق سأقاطعك. السائلة تقول من أين نحصل على الكفير او الفطر الهندي نعم. وهل يصلح لتربيه ولماذا تريد ان تحصل عليه وهل يصلح لتربيه الخميره البلديه نعم. او استخدامه كبديل للخميره البلديه؟ لا يصلح كبديل للخميره البلديه. ولماذا تريد البديل للخميره البلديه والخميره البلديه موجوده في المغرب؟ اذا سالت جارتها تعطيها الخميره البلديه. فما لماذا الناس يذهبون الى هذه الاشياء؟ لماذا الناس سبحان الله هذه اشياء بسيطه وسهله في المجتمع ومتوازيه، لماذا الناس يسال لماذا يسال الناس عن هذه الاشياء؟ من اين نحصل على الكفير؟ ولماذا نحصل على الكفير؟ وماذا نعمل بالكفير؟ الكفير فطر الهندي. ولماذا نحصل عليه؟ فهل الناس يعرفون الان يصابوا الجبن؟ هل المغاربه الان يعرفون يحضرون الجبن؟ لماذا بداوا يحضروا الكفير؟ ولماذا يحضرون الجبن؟ وهو عليا هو ثمن رخيص لتر من الحليب لتر من الحليب ب 6 دراهم ولا ب 7 دراهم يضيفوا لي هذا الحك هذه العشبه موجوده عند تباع عند العشابه وعند العطاره موجوده من هاد لا في فصل الربيع الناس يكونوا مسافرين موجوده على الطرقات يعني افضل يعني من هذا الفطر الهندي يعني طبعا احسن واكثر وارقى هاي طبعا احسن لماذا؟ لان هذا الجبن المهيئ بالرينيت فيجيتال رينيت هذه بال هذه الانزيم الذي يجبن الحليب من اصل نباتي لان الرينيت الصناعي الان اللي كيستعملوها الصناع ديال الالبان هي رينيت حيوانيه تاتي من 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 امعاء ومن معدات الحيوانات وكاين منها من ياتي من معدات الخنزير لان معدات الخنازير فيها تعطي رينيت قويه يعني نشطه هذا الانزيم هذا فهاد الاشياء الان سبحان الله هذا الكفير باش نقول للناس شو لا شيء هو حليب مجبن بهذه الحبوب حبوب الكفير ما يشترونه الناس في السوق الان حبوب الكفير لا تباع نعم ما كيناش عندنا في المغرب حبوب الكفير حبوب الكفير الكفير ينبت في القوقاز فما يبيعونه هو هذا لما يجبن او يخمر هذا الحليب ويعطي كفير
فشيء من هنا خمر بيكي، واللي بحال خميرة البلدية تتخمر بيه وتخلي شوية تترك شيئا ما تضيفه إلى الحليب ثم هكذا. بحال الشيء الذي كان النساء في المغرب كان من اللي كتبغي تمخض هذيك الحضانة اللي كنا كنسمى الروابة، هذا الإناء اللي كانوا كيروبوا فيه الحليب ما كانوش كيغسلوه باش كتعاود كانت يعني تتفرغ هذاك الرايب في الشكوى اللي كنا كنسميوها هذه اللي كيمخضوا فيها. نعم. ثم الحليب تفرغوا مباشرة في هذه الجرة اللي كانت تروب فيها الحليب. علاش؟ ذاك ما تبقى، ذاك ما تبقى من الحليب الرائب والذي كان يجبن الحليب كيجبنوا اللي كنسميوه عليهم الفرنسية احنا كنقريو المهندسي لو بيي دو كوف. نعم. هذه الانوكيلوم هذه وعليهم العراقيين كانوا وصلوا لصناعة اللبن الصناعي بالبيي دو كوف، يعني ما يزيدوا لا ستارتر لا خمائر لا والو غير ما تبقى في الخمارة كيضيفوا عليه الحليب معقم ثم يصبح لبن بجودة جيدة. لماذا؟ يعني ممكن الصناعة عليهم تطور بشكل بسيط جدا وتعطي منتوجات هائلة، ولكن لكن الصناع الآن لا يخطر ببالهم أن يغيروا المشكل ديال الخمائر البادئة ستارترز، لا يخطر ببال الصانع أن هذاك ستارتر ممكن أن يعمل ستارتر عنده في المعمل. نعم. جميع معامل الحليب ممكن أن يعملوا بهذه الخمائر الطبيعية ناتشرال ستارترز عندهم في كلهم علي المعامل المغربية كلها فيها مختبرات. نعم. هذا الكيفير يعني الناس هذا حليب لما تنبت هذه الخميرة تنبت، هي تنبت كالفطر، الناس كيعرفوا الفطر هذه اللي كنسميوها الفقع. نعم. تنبت تعطي هذا الشكل اللي كيعرفوه الناس، ثم قسم منه اي طرف منه كان عملوه في حليب ثم يتجبن، ولذلك الان كنسميوها ميلتيبليكيشن. مساله بسيطه بروباجيشن. نعم. دابا الناس كيبيعوا طريف يقول لك عملوه في الحليب كل شيء، ولكن ليست الجوده الكثير الاصلي، الكثير الاصلي يصنع به حبوب الكثير. نعم. حبوب الكثير هي نبته، هذه الحبوب خضراء التي ترطب تغسل جيدا ترطب وتعمل في الحليب، ومن اللي كيتجبن الحليب كيزولوها ويعاودوا يغسلوها ويجبنوا بها حليب اخر. ودابا طبعا هي موجوده عندنا حنا؟ لا 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 غير موجوده، هي رخيصه، هي حبوب رخيصه عن علي الكبار في المغرب، حبوب الكبار في المغرب. نعم. المغرب فيه القبار، نبات القبار ينبت في المغرب، يعني ثمن رخيص ديال القبار الان في المغرب ماشي حاجه اخرى، ولكن لما مشيتي لدوله اخرى عند القبار بحال فرنسا مثلا تستورد القبار من المغرب ليس عندها قبار، فلماذا الناس يبحثون عن هذه المنتوجات وهي ليست منتوجاتنا وهي لا المجتمع وعاداتنا التقاليدية لدينا أحسن. نعم. عندنا الجبن البلدي، شوف لما نجبن هذا اللبن ملي كنجبنوه بهذا المنفحة النباتية اللي كاينه في هذه التمطه في هذه العشبه هذه والحك اللي كاين في خرشوف عليه فهذا كنسميوه الحك في المغرب، كنسميوه الحك هذا الاسم هذا علي يعني عنده حتى هو مصدر شويه غريب. نعم. فهذا الجبن فيه الفيتامينات والاملاح والكالسيوم كيكون نايتيف يعني كيولي امتصاص عالي. نعم. امتصاص عالي انتاج هذه المسائل من دار رايبو فلافين، بشرط يروبوا يجبنوا الحليب الطازج وليس الحليب المبستر. نعم. لماذا؟ لان الحليب الطازج فيه انزيمات من ال بي ال لايبوبروتين ليبيز. نعم. وفيه الفوسفاتيز وفيه الكاتاليز، فيه انزيمات خاصه به. نعم. والريبوفلافين طبعا لان يعني الريبوفلافين كتضيع الحراره، يعني سخن الحليب الريبوفلافين كيمشي 90%، فهذا الجبن يعطى للاطفال الصغار ويعطي صلابه للعظام لان الكالسيوم هنا الكالسيوم ديال هذا الجبن المغربي هذا العادي الطبيعي. نعم. الامتصاص كيكون 100%. نعم. يعني الى امتص الجسم 23.5% من الكالسيوم الطفل كيكون عنده عظام صلبه جيدا قوية. وعنده نمو جيد وعنده اعصاب جيده، يعني حتى الاعصاب تكون بارده. لماذا؟ لان الكالسيوم مع المغنيسيوم هو اللي كيضبط الاعصاب. انا هذه الحلقه خصصتها لهذا الكيفير لاقول للناس انه ليس فيه شيء، بالعكس كي الاشياء اللي تكلمنا عليها انا فيها اشياء انا كيفير ليس فيه شيء. فيه الاشياء التي توجد في اللبن البلدي، اللبن البلدي اللبن المغربي. نعم. واللبن البلدي احسن منه. لماذا؟ لاننا نفصل الزبده، لاننا نزيل الدسم، فيكون اللبن البلدي. لماذا؟ اللبن فيه ريبوفلافين، لازم يتحضر من لبن طازج، أؤكد على لبن طازج، لأن فرنسا مثلا في فرنسا الحليب الطازج يباع في السوبر ماركت. نعم عادي يباع في الأسواق الممتازة، والحليب الطازج يحضر منه أنواع من الأجبان تحضر من اللبن الطازج، لأن المستهلك الفرنسي يريد أجبان من اللبن الطازج. فالقانون راقب بعض الحضائر هذه الأبقار مراقبة بيطرية لكي لا يكون فيها أمراض. نعم. والألبان ديال هاد الأوقار كيصنع منه أجبان مباشرة طازج بدون أن يبستر. نعم. لماذا؟ لأننا احترام رغبة المستهلك،
مستهلك يريد حليب طازج يجب أن يجده في السوق. فهذا الكيفير أو الكافير أو الكيفاير علينا على تسميات هذا الكيفير. وقلت بأنه منتوج كان محصور خاص بالقوقاز منطقة القوقاز لأن ينبت فيها هذا النبات. وكيفاش صنع في المرة الأولى؟ غير الإنسان كان هكذا كان يعبث إنسان وضع هذه الحبوب فلاحظ على أن الحليب تجبا وأن أعطى هذا الشكل فأعجبه. نعم. ثم بدأت هذه إنتاج الكيفير. الكوميس نفس الشيء. هو الكوميس يحضر من لبن الجياد. نعم. لبن الخيل. نعم. وهذا لبن الخيل يحضر بنفس الطريقة التي يحضر بها الكيفير. لبن الخيل يخمر بالخمائر والبكتيريا اللبنية. هذا هو اللي زايد في الخمائر. احنا عندنا البلدي يخمر بالبكتيريا اللبنية ليس فيه خمائر. الكيفير الكوميس بكتيريا اللبنية تحمض هي اللي تنزل pH 4.6 كي تتجلط هذا الكازين. ثم الخمائر تعطي منكهات تعطي مواد منكهة الفليفر اللي فيها الأسيتالديهايد فيها الإيثانول فيها لأن الكحول عندنا احنا مصنف في التغذية الكحول مصنف مع المركبات المنكهة يعني الإيثانول عنده رائحة جيدة. نعم. يعني فهذا الفطر لا يزيد شيء في اللبن لا يزيد شيء يعني باش لماذا؟ لأن الأشخاص الذين يقولون يعالج هذا الحليب الذي تجبن ماذا شنو فيه زيد كي يعالج. نعم. ليس فيه شيء زائد كي يعالج. هذا هو المشكل اللي خاص الناس يفهموا. فطر الكانديدا عنده الليبيز لأن الأرض البال الناس هذيك عاد يكون عنده المذاق شوية قوي يعني مذاق شو لماذا حتى يمشي رائحة زنخ لأنه يعني وكيف سد لماذا لأن الكانديدا عند الليبيز التي تحلل الدهون وكتعطي رائحة الخليع عند رائحة السمن. فهذا ثم عنده بروتييز عنده واحد الكليفيج هذا بعد البيبتيدات اللي الكانديدا غادا تزيد تخمر هذوك هذيك البيبتيدات اللي كتبقى على 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 التجبن. وما كاينش تجبن تجبن اللي كاين البروتين كيبقى كما هو الكازين كيبقى كما هو. لماذا؟ لان البكتيريا اللبنيه عندها تجبن فيزيائي وليس تجبن بيوكيمائي. لان الرينيت عندها تجبن كيماوي البكتيريا اللبنيه عندها تجبن فيزيائي معنى البي اتش كيهبط 4.6 ثم يتجبن الحليب. اما الرينيت كتعمل كليفيج هي تحلل الكازين كي يتجلط هذه. في حاله التجبن بالرينيت خمائر كتكون عندنا فوسفوكازينات الكالسيوم. يعني الكازينات كتولي عندنا فوسفوكازينات الكالسيوم. كيكون شويه صلب هذاك الشيء علاش كيشوفوا الناس كيتجمع الحليب كيتجمع وكيعطي واحد متماسك شكل متماسك. ملي كنجبنوا غير بالبكتيريا اللبنيه كيعطينا جيل كيعطينا شيء خاتر سائل ولكن ما عندوش غير متماسك غير متماسك ما عندوش شكل اللي هو الرايب اللي هو اللبن اللي هو اليوغورت اللي هو المسائل هذه اللي كيعرفوها اللي كيعرفوها الناس. هذا يعني لبن الكيفير مع الاسف الشديد انا اقول مع الاسف الشديد يعني هو نعم هو انسى الناس في الجبن المغربي الحقيقي. انا اتكلم عن الجبن الحقيقي اللي الحليب الطازج الحليب الطبيعي الطازج الحليب الموسم الذي يجبن بهذه المنفحه النباتيه. نعم. الحك هذه اللي كنسميوه في المغرب. فالناس ينزووا عن ثقافتنا العريقه. هذا الجبن فيه فيتامينات فيه املاح معدنيه فيه الـ يعني المكون سيترايت مكون سيترايت مهم في الحليب. نعم. ثم انه يهضم بسرعه. لماذا؟ لان هذه الرينت النباتيه هي طبيعتها بروتييز. نعم. هي تحلل البروتينات ولذلك حتى الاشخاص اللي عندهم انزعاج من كازين الحليب. نعم. لما يشربوا هذا الجبن المخمر بالنبات. نعم. فلا يكون عندهم انزعاج على مستوى الجهاز الهضمي. نعم. يعني بحال ستومك ابسيت واللي يكون عندهم غازات لا يكون عندهم هذا الانزعاج أو إسهال أو. لان اكثر من ذلك سكر اللاكتوز. نعم. سكر اللاكتوز البكتيريا اللبنيه تستعمل سكر اللاكتوز. نعم. سكر اللاكتوز فيه جلوكوز زائد جالاكتوز. تاكل الجلوكوز ولكن تخلي الجالاكتوز مجمع في, في, في اللبن. نعم. هذا الجالاكتوز يكبح البكتيريا هي نفسها سبحان الله لما يصل الى تركيز مرتفع هو يكبح هذه البكتيريا نسميه فيدباك كي يكبح هذه البكتيريا. ولكن هذه الخمائر الكانديدا لماذا تنمو في الحليب؟ لانها تستعمل اللاكتوز وهي تستعمل كذلك الجالاكتوز. لماذا؟ البكتيريا اللبنيه هي التي تزود الخمائر بمعنى ان الكيفير فيه لاكتوز محلل اكثر من اللبن المغربي
فقط. كي تحلل كمية أكثر. لماذا؟ لأن البكتيريا اللبنية تحلل تقريبا 1% من اللاكتوز. اللاكتوز عندنا 48 45 حتى 48% جرامات جرام ديال اللاكتوز في اليد. يعني ما لا يمكن أن تحلل الكمية كلها. فالبكتيريا هذه الخمائر تحلل قسط زائد من هذا سكر اللاكتوز، ولكن لا تزيد شيء ولا تنقص من اللبن، لا تزيد ولا تنقص شيء. الذي يزيد هو الإيثانول، هو الكحول. الكحول هو الذي يزيد. هذه الأشياء الأخرى التي تتفاعل مع هذه المنتوجات اللي عندنا هذا، فهذا هو المشكل، وهذا هو المشكل الذي لا نريده. ليس لدينا في البحث العلمي ما يجعل هذه المادة تدخل مع حتى الدياتيتيك. ما دخلاش عندنا في لائحة الدياتيتيك. ماذا؟ لا, لا 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 تدخل. لماذا؟ لأن خميرة الكانديدا هي من الخمائر الممقوتة عندنا في علم التغذية. خميرة الكانديدا عندنا خميرة ممقوتة في علم التغذية. غير يا علي كانديدا كيفير هذه هما ساكاروميسيس، هي كاين ساكارومايسيس والكانديدا، وما كاين خمائر ماشي كاين ساكارومايسيس كيفير وكاين هذه خميرة الكانديدا هي اللي علي خمائر من اللي كتطلع. ما كتطلعش خميرة واحدة، كتطلع خمائر. واخا نعطيو اسم ديال الخميرة لكن كتطلع خمائر. بحال مثلا اللبن عندنا، اللبن هذا المغربي لقينا الخمائر كلها كاينه تما، لقينا الكانديدا الكلوفيروميسيس ديباروميسيس ساكاروميسيس، لقينا الخمائر كلها، لقينا في هذا سكيزو ساكاروميسيس كلهم كلقيناهم وتم العطل. لماذا؟ لان خميرة لا يمكن ان تنبت نوع وتبقى الانواع الاخرى، لا يمكن. ثم ملي كنحلوا مثلا خميره الخبز، خميره الخبز لقينا فيها 28 نوع اللي تم تشخيصهم، لقينا بان 80 90% تقريبا كانديدا دياستاتيكيس وإيتيليس معهم ساكاروميسيس سيريفيسي، ولكن كاين خمائر أخرى وجدناها في الخبز هي ذات أهمية أو غير ذات أهمية لا ندري. ولكن لما يكون هذه الفلورا الميكست ميكست فلورا، هذه هي ماشي الفلورا، الميكروبيوتا، هذه الميكروبيوتا المكونة من البكتيريا اللبنية ومن الخمائر، نعم هنا كيولي عندنا واحد السامبيوتيك سيستم، كيولي عندنا الأنتر أكشن، وهي الأنتر أكشن ما بين التداخل بالعربية التداخل. يعني عمل الخمائر مع البكتيريا اللبنية يكون أحسن من البكتيريا اللبنية لوحدها. نعم هذا عند تأصيل العلم. نعم احنا عندنا في العلم. ولذلك شوف تخمر الخبز، الخبز البلدي لا يقارن مع الخبز الذي نستهلكه حاليا هنا، أو حتى أننا ننكر في علم التغذية وليس خبز. الخبز عندنا في علم التغذية هو الخبز المخمر بالبات. ولذلك الأمريكيين والألمانيين دول الاسكندنافية رجعوا إلى هذه الستارتر ساور داو ساور داو براد، رجعوا الخبز الحامض. لماذا؟ لأن الخبز الحقيقي في علم التغذية والخبز المخمر بالبكتيريا اللبنية مع الخمائر عنده مذاق حامض، لأن عنده أهمية البكتيريا اللبنية بروبيوتيك ثم الخمائر اللي كتعطي كذلك هذا الشكل الإسفنجي، كتنفخ الخبز لأنها تنتج غاز ثاني أكسيد الكربون. فهذه لماذا؟ الخمائر تعمل مع البكتيريا اللبنية وتعمل مع الفطريات. هل مثلا جو من الروكفور، جو من الروكفور والكامامبير. نعم الكامامبير والروكفور هذو هذه فطريات مولز مع البكتيريا اللبنية، تتحد مع البكتيريا اللبنية. يعني نجبن بالبكتيريا اللبنية ثم نزرع هذه الفطريات كي نحصل على هذا الجبن. أن الفطريات عندها كذلك الدور ديالها، لأن عند البروتياز والليبيز وهي تضفي أشياء غذائية على الجبن. طبعا الروكفور والكامامبير أحسن من اللبن. لماذا؟ لأن استقلام البروتين، لأن تحلل البروتين مع الدهون متقدم. نعم فقط يعني شوف ولكن غالي رائحة. نعم هذاك الشيء علاش غالي؟ لان علي غالي لاننا نزيل الماء، الكميه ديال الماء من اللي كنزيلو ما نساوش بان 100 لتر ديال الحليب كتعطينا اقل من 10 كيلوغرامات جبن. هذا كيكون غالي. لا يعني لان نزيل الماء نشتري الماء، الصانع غادي يشري الماء سيؤدي ثمن الحليب باش ما يضيعش كيزيد. فهذا الكيفير والكوميس كذلك. ربما نخصص حلقه على الكوميس. كوميس نعم الكوميس منتوج صحي دياتيتيك. هو هذا الكوميس هو الان المشروب الذي يصلح لاصحاب الامراض المناعيه واللي عندهم الاوتيزم، الاطفال اللي عندهم المرض التوحدي، الاشخاص اللي عندهم انزعاج من الكازين، والاشخاص الذين لا يقدرون على اللاكتوز. نعم هذو اللي ما عندهمش اللاكتايز واللي ما عندهمش المشكل ديال لبن فرس. نعم وحتى الاشخاص اللي عندهم كوليسترول، الاشخاص اللي عندهم رفع ارتفاع الضغط، والاشخاص اللي عندهم سوء الهضم، الاشخاص اللي عندهم عدم امتصاص، الاشخاص اللي عندهم مشكل الكالسيوم، الاشخاص هذا الكوميس نعم لانه لبن الخيل.
نعم. لأن طبيعة الحليب جيدة، لأن لبن الخيل نعم في هذه الحالة نعم. ربما حلقة الكوميسي إن شاء الله غادي نتكلموا عليها أحسن. نعم. عندنا خيول في المغرب واش غادي يكفيونا لللبن؟ نعم على الأقل يكون الشخص يكون عنده فكرة بعدها على الأقل، وحتى من الناحية الشرعية هذا لبن لبن الخيل يعني جائز. نعم. دكتور غادي هذا الكثير الكثير لأنه يخمر بالخمائر مع البكتيريا اللبنية. نعم. فكاين هناك اشياء كيماويه زائده على لبن الخد البلدي المغربي، ولكن ليست اشياء خارقه للعاده او اشياء سريه او اشياء انها تدخل في العلاج. بعض الجزيئات البسيطه مثل البيبتيدات، هناك علماء يعني شخصوا بعض البيبتيدات، يعني هي بروتينات صغيره يعني لا يمكن نسميها بروتين، لان بيبتيد والبروتين بروتين. بروتين لما يحل كليفيج كيتحل كيعطينا بيبتيد، ما كيبقاش الشكل ديالو هذا يعني الشكل كواترنر، كيولي تيرسير سكوندير ولا حاجه، المهم ما كيبقاش كواترنر. هذا البيبتيدات كاين البيبتيدات اللي عندها نشاط مناعي، كاين بعض الجزيئات اللي عندها طبيعه بيبتيديه اللي عندها اشياء مناعيه، نعم على مستوى المعي الدقيق وعلى مستوى القولون كاين اشياء نعم هذه ثابته في البحث العلمي. لكن أشياء أخرى التي تقال عن الكثير وأنه أصبح منتوج خارق للعادة، وشيء هذه أشياء لا صحة لها بالنسبة للميدان الذي نعمل فيه، وإنما هو يبقى منتوج إذا وجده الناس يستهلكونه، إذا لم يجدوا فلا يبحثوا عنه. فقط يحاول الناس يشتروا يعني حليب ديال الأبقار هذه المسروحة، نعم، خصوصا الأشخاص اللي عندهم مشاكل صحية، نعم، ويجبنوا هذه المسائل هذه بالمنفحة النباتية. نعم. عندنا هذا مشروب لبني عادي جدا، لا يعني لا يفوق المشروبات اللبنية. عندنا اللبن البلغاري، نعم، وعندنا لبن الخد المغربي، نعم، وعندنا اليوغورت، نعم، وعندنا هذا الكيفير، وعندنا الكوميس من لبن الخيل، نعم، وكاين الالبان يعني ما كنصنفوش حنا على حسب النوع، لان هناك البان الجاموس تكون احسن من البان الابقار، ولكن عليه هو يسمى لبن كيف ما كان الحال. نعم. كاين بعض الدول عندهم جاموس. دكتور في نفس السياق يونس فاطمي عبر صفحه الفيسبوك يقول: هل نمط العيش المغربي التقليدي الاصيل في حاجه ماسه الى هذا الفطر الهندي؟ اليست عندنا اشياء اقوى من نعم. هذا الفطر الهندي الذي لا يدخل في نظامنا الغذائي والعلاجي الطبيعي؟ نعم، جزاه الله خيرا. جزاه الله خيرا. لو كان الناس يروبوا غير يشريوا الحليب طازج ويروبوه في منازلهم بطريقه نظيفه، نعم، كان افضل. يروبوه ويمخضوه ويصنعوا اللبن البلدي لاطفالهم، نعم، وهذا اللبن البلدي يتناولوه الاطفال مع نشويات، نعم، مع سميد الشعير وسميد الذره، نعم. لكانت هذه التغذيه او الاطفال هما احوج ما يكون لهذه المنتوجات. الاطفال محتاجين الزبده البلديه، نعم، الأطفال الآن محتاجين الزبدة البلدية، لأن الزبدة البلدية فيها عوامل خاصة الطفل يتناولها، فيها الفيتامين بي وفيها شوية أيودين وفيها الكاروتين وفيها عوامل النمو، فيها شوية ليسيتين. فالزبدة البلدية والبيض البلدي وهذه الأشياء الطبيعية هذه كتطول الأطفال، هذه يعني تساعد نفس الطفل على النمو. لا هذا هو الأطفال الآن، حتى بعض النصائح اللي خلات الناس ما يستهلكوش الزبدة البلدية، الزبدة البلدية هي الزبدة اللي محضرينها الناس من تجبن الحليب الطازج، حليب خضر، حليب الطازج لما يخمر ويمخض، يخض باللغة العربية، ثم نفصل الزبدة البلدية على اللبن. هذه هي الزبدة البلدية التي نتكلم عنها، وليست الزبدة الحيوانية المستوردة أو أي نوع آخر، فباش نكونوا واضحين. فهذه الزبده هي تصلح لتغذيه الطفل، وممكن للطفل ان يتناولها 3 مرات في اليوم، ممكن ان يتناول الكميه الذي يريد بدون تحفظ. الزبده الحيوانيه اللي كيستورد المغرب هي الزبده جايه من البيتيراتور، هي اللي مستخرجه مباشره من الحليب، نعم، بمعنى انها تحتوي على الكوليسترول. نعم. تحتوي على الكوليسترول. الزبده البلديه المغربيه هي زبده مستخرجه عن طريقه التخمر، لما نخض هذا الحليب متخمر ثم نستخرج، هي ليس فيها كوليسترول، فيها نعم. كوليسترول مطبط، نعم، غير نشط، نعم، هي لا تضر، ليس هناك مشكلة. غالبية الناس كيقول لك بأن فيها كوليسترول. لا، فيها كوليسترول لأن الناس درسوا في أوروبا، حتى الطب درسوا الناس في أوروبا. أوروبا ما بقاوش كيخمروا الحليب، ما عندهمش زبدة مخمرة، عندهم الزبدة اللي خارجة مباشرة. يعني عندنا آلة البيتيراتور، نعم، هذا البيتيراتور شنو؟ واحد الآلة فيها الطرد المحوري سنترفيكيشن، نعم، عشان كنخرجوا الزبده مباشره من الحليب، نعم، مباشره من الحليب بدون ان نخمرها، بدون معنى اننا نستخرج معها كوليسترول 100%، كله كيخرج مع هذه الزبده هذه. فهذه اللي كنسميوها حنايا
من هذا لوبر شو، هذا زبده نوتر، هذيك يكون عندها البي اش ديالها 6 7 وهي معفنه وعاد غادا تغسل وتصنع ويعمل لها الحمض البوريك وتحفظ ربما حتى بحمض السوربيك. اما الزبده البلديه المغربيه اللي تتمجي من حليب الطازج المخمر بتخمير ذاتي او تلقائي، يعني سبونتانيوس فرمنتيشن، هذه الزبده لا خوف منها على الاطفال ولا خوف من الناس اللي عندهم كوليسترول، ولا تؤذي حتى الاشخاص اللي عندهم امراض القلب والشرايين، باش نكونوا واضحين. لان فهذا هذا الكيفير اذا صنع من لبن من الحليب بالزبده، يعني بالزبده ديال، غادي يكون تقريبا نفس الخصائص اللي كاينه في البلبلدي. وطبعا دكتور علاش حنا ما يكونش عندنا يعني حتى واحد الشهره عندنا كنديروا حنا لبن الخط وكنديروه بواحد النبته كما سميتيها يعني ديال القوق؟ نعم. علاش هذا الفطر الهندي؟ نعم. انا نفسي اتعجب من هذا البرنامج والغايه من هذه الحلقه. نعم فعلا. وماشي غير الكيفير، عندنا نعم. منتوجات في الدار البيضاء في الرباط في المدن دخلت، عندنا منتوجات غريبه. لا ماشي غريبه، ربما هذه ستحدث لنا مشكل في المجتمع المغربي. لماذا؟ لان عندنا منتوجاتنا اللي هي صحيه. نعم. ماشي صحيه، دياتيتيك، اللي هي منتوجات جيده. نعم. التي سنهملها وربما الناس سيضحكون عليها. نعم. هذا هو المشكل، سنهملها ثم سنتعاطى لمنتوجات اخرى ليست في ثقافتنا، وهي ربما حيت الفطر الهندي جا من الهند. نعم علين هكذا. واضيفي هذا الاسباناخ، واضيفي البروكولي، واضيفي الجرجير، ونبته القمح، واضيفي اشياء اخرى. منذ متى كان المغاربه يهتمون بنبته القمح؟ منذ متى؟ نبتة القمح كانت عندنا في البادية، احنا كنا نسموه شترشم، هذاك القمح اللي كيكون في المطمورة اللي كيصيبوا الماء كينبت، كنا كنفرقوه للناس. ولماذا الناس اصبح الان ينبتون القمح وما يقال على نبتة القمح انها تفعل كذا وتفعل كذا؟ اذا كان القمح مغير وراثيا، هيا تناول نبتة القمح وسترى هل هي مضرة ام نافعة. لا في كي المشكل، ها يكفي احنا الناس بالصدمة اللي حياتهم وغادي يستافدوا. يكفي ان يعجن الناس يعجنوا القمح الكامل. نعم. غير ملي طحنوا القمح يعجنوا لا يغربلوش، ما طلبناش منهم. هذه النصيحه لماذا؟ لان 70% فيتامينات، 70% املاح معدنيه، 70% الياف غذائيه موجوده في النخاله. فهذا المشكل اللي غادي يبقى. احنا حتى اصحاب المطاحين شحال من نداء اللي عملنا باش القمح، لان مع الاسف القانون المغربي كيمنع ارتفاع الاملاح في الدقيق، لان الصندر هذا الرماد في التحليل في المختبر ما خصش الرماد يتعدى واحد القدر، لان يعني عندنا في القانون المغربي، لكن القانون ممكن نبدلوه احنا لكان هذا القانون، يعني لكان صحه المواطن غادي تتحسن، احنا نبدلوا القانون ماشي مشكل، لان الانسان هو الذي وضع القانون ليس القانون الذي وضع الانسان. طبعا طبعا هذا المشكل. لذلك يجب ان ننظر ماذا لدينا، ماذا عندنا بمخزوننا الثقافي والتراثي المغربي في عاداتنا وتقاليدنا، كي لا ننزوي عن هذه الاشياء. الجبن المغربي المخمر بهذا النبات المنفحة النباتية. نعم. هو أرقى من الكثير. نعم. بكثير. نعم. لماذا؟ لأن رينيت فيجيتال رينيت هذه المنفحة النباتية. نعم. هي أقوى أنواع المنفحات اللي عندنا احنا في علم التغذية. نعم. هو أنزيم قوي جدا، يعني بلاش الكلوتين هو. نعم. كيعمل تجلط كلوتين، هذا تجلط البروتينات الكازين الحليب. نعم. تخثر، ثم في نفس الوقت يعمل تحلل. نعم. ماشي كل ولكن جزئي، تحلل جزئي للبروتينات، بمعنى انه يخلف يعني جزيئات مناعيه عاليه الجوده ما شاء الله، اكثر من الكيفير واكثر من هذه المنتوجات التي تهافت على الناس وهي لا شيء. رغم ان نعم. هذا الكيفير هذا بحكم بروباجيشن عندنا. نعم. احنا في علم التغذيه. نعم. اللي كنخمروا الحاجه ونخليو منها ونعاودو نخمروا بها ونخليو منها نترك منها ونخمر بها نترك منها ونخمر بها الى نوصلوا مثلا 100 جينيريشنز، ملي كنوصلوا مثلا الجيل 100 والجيل 200 هيصبح المنتوج مختلف تماما عن المنتوج الاول. نعم. تماما، لان سننقح سنعزل وننقح يعني جراثيم التي ممكن ان تبقى حيه لمده 50 و60 جينيريشن. نعم. ولكن الانواع التي لا تتحمل اكثر من 3 و4 انوكيليشنز، يعني ملي كنعاود نخمروا راه كنلقحوا، فلا اظن ان المنتوج الان المتداول في السوق هو كيفير حقيقي، لا اظن. اكيد لا اظن. وحتى نبته الكيفير وعليم. نعم. بحال صناعه بعض انواع الخمور كانوا يضيفون لها نبات الهوبلون، الهوبلون نبات هذا الهوبلون
بدون هذا النبات لا تصنع هذه بعض الأنواع الجيئات، لا تصنع هكذا. فهو نفس البروسيس للكيفير، عندهم في القوقاز بدون هذا حبوب الكيفير لا يصنع الكيفير. وليس نأخذ كيفير يعني طرف من الكيفير المهيئ ثم نخمر به لبن آخر ونحصل على الكيفير، يعني هذا غير وارد وغير موجود عندهم في طبعاً. طبعاً الدكتور هذه الإشاعات هذه تذكرني حتى هي نفس الإشاعة تدل البرسيم الحجاز. أريد من المستمع الكريم جزاه الله خيراً أن هذه الإشاعات نفسها كانت أكبر منها وأقوى منها. كانت هذه الإشاعات في الستينيات والسبعينيات كانت عملت على اليوغورت. هي نفسها كانوا يقولوا الناس يوغورت يزيد في العمر واليوغورت يعالج واليوغورت جيد للقلب واليوغورت فيه الكالسيوم واليوغورت، حتى أصبح العالم كله هنا بروسيس. طبعا لأن الشركة ديك الساعة اللي عملت هذا البروسيس كان بغى تسوق بروسيس، فأطلقوا يعني أطلقوا هذه الإشاعات على أنه يزيد في العمر. الأشخاص سمعوا أنه يزيد في العمر بدأوا يستهلكونه، وهي نفس الإشاعات الآن للكيفير أنه يعالج السرطان، أنه يعالج الكبد، أنه يعالج التهاب الكبد السيء. هذا ليس صحيح. نعم. هذا ليس صحيح. البرسيم الحجازي من كان يأكل الفصة من كان يأكل الفصة في المغرب؟ البرسيم الحجازي هو جيد، ولكن البرسيم الحجازي البلدي طبيعي. نعم. أما هذا البرسيم الحجازي اللي كيعملوا الحيوانات الآن لا ماشي هو، ولكن البرسيم الحجازي الطبيعي الفصة. نعم برسيم الحجازي الطبيعي نعم ممكن أن يؤكل، لما لا ممكن يؤكل، لأن جميع خشاش الأرض اللي خلق الله سبحانه وتعالى يؤكل. لا ما هو ماشي خليز يؤكل يعالج. لا 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 يؤكل. هو مصدر الحديد له برسيم الحجازي مصدر الحديد معروف. نعم. مصدر الحديد وفيه كلوروفايل. لو كان الناس غير هذا الشعير الأخضر. نعم. هذا اللي كان طلقوا فيه الحيوانات ترعى. نعم. الشعير الأخضر يكون في حقل نظيف ما عاملينش له سماد كيماوي وهذا الحقل هذا ما تمرش منه كلاب ضالة، يكون نقي جيد، وهذا الأوراق الشعير من اللي يولي على طول 15 سنتيم من الأرض يرتفع ب 15 سنتيم، يقطعوا هذا الأوراق ديال الشعير ويبسوا ويخليوا عندهم في المنازل ديالهم، هذه 500 ضعف أحسن من الجرجير و 500 ضعف أحسن من الأشياء التي يبحثون عنها في الأسواق. رائع. ولكن علينا احنا كنا كنسميوه جلاس هذا الشعير، كنا كنطلقوا فيه البهيم باش يصحوا. دابا دكتور كتبقى غير مساله اشاعات. نعم اكيد مساله اشاعات. احنا دابا عرفنا الكيفير، كاين اللي غادي يسمع الكيفير، الكيفير هو اللبن الهندي باش نبسطوا ليه. لبن هندي غير شنو زايد فيه؟ زايد فيه خميره، الخميره اللي كيخمروا بها الناس خبز، زايدين فيه فطريات، هو كاين البكتيريا اللبنيه اللي كتحمض الحليب، زايدين هذوك الفطريات هما اللي كيعطيو هذاك الشكل على شكل على شكل كباب، هذا كيعطيه الشوفلور اللي كيطلع على شكل عليهن شامبينيون كيطلع فطر. نعم. هذا نعم. فليس فيه اي عجب باش الناس يكونوا متقنين. انا قلت ان وجدوه اذا وجد بثمن معقول يمشيوا يزوروا دول القوقاز ولا يزوروا الدول الهنديه ولا يلقاو اذا وجدوا هذا ياكلونا. نعم. ان لم يجدوه فلا يبحثوا عنه. أن يظنوا أنه يعني فهذا الأشخاص هذو ربما غادي يعطلوا العلاج وربما هذا الأمر غادي تزيد. والغريب أن اللي سمعت في مدينة الدار البيضاء أن الناس يشهدون لي شهادات غريبة جدا. نعم. غريبة وكأنني أنا لم أدرس علم التغذية ولم أعمل في المختبر، وكأنني هذا الكيفير أول مرة أسمعه. 1980 درسنا الكيفير. نعم. غريب الناس الآن هذا الكيفير أنه نزل من السماء. غريب. نعم. يعني تداول بين الناس. فهذه الإشاعات في المغرب وأن يعني المغرب حتى الصور يعني داخل الشبكة العنكبوتية الذي أخشاه على المغربيات على المرأة المغربية الذي أخشاه أن المرأة المغربية كتيق نية كنسموها إحنا بالدارجة نية أنها طيبة إنسانة طيبة وأنها يعني ممكن أن يضحك عليها. نعم. ممكن أن يضحك عليها. هني نساء كيشهدوا لي يقول كنا تناول الكيفير والكوليسترول تهبط. غريب الميكانيزم الذي يخفض به هذا الكيفير. ما عندناش في علم التغذية ولا في الطب أبدا الميكانيزم داخل الجسم فيزيولوجي داخل الجسم ما عندناش ليس لنا كما تقول أنت دكتور دائما الناس خاصهم أشياء سحرية. الذي يخفض الكوليسترول هما الألياف الغذائية الموجودة في الشعير والشوفان يعني هذا الخرطال. نعم. هذه تخفض الكوليسترول. الألياف الموجودة مع الغذاء الألياف الموجودة في الخروب
تخفض الكوليسترول، ولكن لا تخفضه هكذا، لا تخفض الكوليسترول. الالياف الغذائيه، ولكن الا كان كيتناول اللحوم وكيتناول، لا طبعا هذا هو ليس لوحده، يعني ليس نصيحه هكذا، حيت انا دكتور الا قلتي تخفض الكوليسترول، نعم، الناس غتبقى على نمط الغذاء العادي متكامل طبيعي، ولا مع الحركه ومع عدم كثره الاكل ومع تفادي الاشياء التي خلات الكوليسترول يتاكسد داخل الجسم، اللي هي المصبرات والحلويات والمقليات واليد. نعم، الناس الغريب هو أن رغم أنكم تشرحون وتوضحون، نعم، وتبسطون، نعم، تبقى دائما تنرجعوا هل مثلا هذه النبتة أو هذا الشيء يخفض مرض ما، يعني أنت تعود وتقول لمدة ساعة ونحن نتكلم عن الحادث أو المنتوج، هذا هو ويسأل الناس، ورغم أننا نتكلم بلغة مبسطة، لغة دارجة، نعم، دارجة عالية فصحى ب 50% أو ربما دارجة سامية، نعم، فهذه هذا الناس، وهذا هو المشكل الذي هو في الحقيقة يظنني هذا المشكل. هذا ما أنت أنا كنت دائما كتحس بحزن، يعني وسجلنا أول مرض هو سرطان، نعم، النظام الغذائي المصابين بالسرطان، نعم، سجلناه لمدة ساعة، نعم، وبسطناه للناس، نعم، ولكن أظن أنا دائما هذه الأسئلة هذه، أظن أن الناس ينتظرون خلطات، الناس يريدون خلطات ووصفات، يعني بغاو شي وصفه سحريه، نعم، ولو وصفات وخلطات، لان الموضه ولا يعني موضه الان، نعم، لكن الناس لا يقدرون على نمط العيش الطبيعي، على نمط العيش. انت كتقول لهم مثلا حيدوا هذه وحيدوا هذه وتناولوا مثلا الشوفان باش يخفض الكوليسترول، نعم، وهذا ربما الحديث عن الكفير، انا غير علاش بغيت يعني فضلت الحلقه، لانني لما اخوض في النقاش مع الناس في الدار البيضاء او في الرباط، كيذكروا لك هذا الكفير، لا لما اخوض معهم في النقاش اقول لهم يا سيدي الكفير راه ليس شيء خارق للعاده، والكفير راه غذاء متدني، نعم، كانوا الناس غير باش ما يرميوش الحليب كانوا كيصيبوا الكفير باش يبقى عندهم واحد 5 ايام ولا 6 ايام، هو نفس الشيء اللي عندنا في المغرب، كنا كنروبوا الحليب غير ليس للحصول على اللبن، للحصول على الزبده، نعم، عندنا في الشاوية كانوا الناس كيروبوا الحليب كياخذوا الزبدة ويرميو، المهم الحمد لله حنا كنستخرجوا الزبدة، أما هذا الفطر الهندي واش فعلا تيخرج الزبدة؟ لا، هذا الشخص هذا إما لأنه ضحك عليه فهو كيبغيني نصدق ما يقول، نعم، يقول لي لا، لا طبعا أنا كنت ذكرت في المقدمة ديالي على يحلف بالله أنه تعالج، وأنت في المقدمة أشرتي إلى قضية كبيرة، لأن هذه الإشاعة اللي هذه إشاعة ومن يعني أنا لا نزكيها ولا يمكن من الناحية العلمية أن نسقط في هذه المتاهات، نعم، من الناحية اللي نحن لدينا علم، وهذا العلم عنده حدود وعنده أسس، منهاج علمي عنده أسس، فلا يمكن ان ناتي ونقول هكذا ان جدر الدوم انه يفعل كذا وكذا هكذا للناس، لا، نعم، وحتى هذا الكفير وان كان فيه مزايا ففيه مزايا غذائيه، نعم، مزايا غذائيه وليست صحيه، في مزايا غذائيه هي المزايا الموجوده في لبن الخد البلدي فقط، نعم، ويبقى الجبن، هذا الجبن البلدي اللي كيتشرب الماء ديالو بالماء ديالو، هو في القمه كلمه الجبن عندنا في المغرب، نعم، هو كنختلوا الحليب ونشربوه، نعم، كان هذا الجبن هذا ما كانوش كيستهلكوا الا رعاة الغنم هما اللي كانوا كيستهلكوا هذا الجبن، لانهم كانوا كيحلبوا الماعز وكيعملوا فيه هذاك الحك، كتكون عنده واحد القربه، قربه كيكون حامله مع هذا الراعي، كيجبن فيه هذا وكيشرب كل كيشرب كل، لان كيضروا العطش وكيشرب هذاك السائل كله، ما كيزبلش الماء، لماذا؟ لان الماء نعم يستفيد، لان يعني استفيد، فاحسن من الكفير الجبن النباتي، الجبن هذا الجبن الحقيقي المغربي، لان الناس ما بقاوش عارفين الجبن، ولكن نعم في الباديه نعم باقيين عارفين الجبن، الجبن عندنا في المغرب لا نزيل الماء، لا نفصل الماء، وانما نشرب الجبن كله كامل، هذا هو المفهوم المغربي اللي كنسميه به الجبن، نعم، هذا الجبن احسن من الكفير، والكفير يشبه لبن الخد شيئا ما في الخصائص، ربما يفوقه ب شوية استقلابات أو تحللات التي تأتي من الخميرة من خمائر هذه الكفير، ولكن لا يفوق لبن الخد ولا لا 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 يتعداه بشيء أبدا، نعم، ونفس الخصائص اللي البلدي تكلمنا عليه، نعم، لا يفوقه بشيء، ولبن البلدي اللبن البلدي أحسن أصحاب السكري وأصحاب السرطان، البلدي أحسن من الحليب، نعم، أن النساء اللي عندهم مشكل سرطان عندهم مشكل خلل هرموني البلدي أحسن لهم الحليب، إذا كان لابد ما خصهمش ياكلوا الألبان، نعم، ولكن إن كان لابد فاللبن أحسن، لماذا؟ لأن اللبن بادي فيه التحلل، نعم، اللبن تحلل مازال يعني كلوتين ديال هاد البروتينات وهاد الكليفيج، نعم، يعني اللاكتوز محلل إلى آخره، يعني أما أن يقول الناس أن هذا الكفير أنه مشروب عجيب وأنه غريب، وأنه هو غريب نعم، ولكن أنه عجيب وأنه يشفي، أن له خصائص
ليست له خصائص، ليس لدينا هذه الخصائص، ليس لدينا في علم التغذية هذه الخصائص إلا إلا الصحية، إلا الخصائص الغذائية، أنه مصدر كالسيوم، أنه مصدر بروتين، أن فيه حمضيات عضوية جيدة، أن فيه السيطرات اللي كاينة في الحليب، أن يعني بروتينات الحليب تم الكليفيج ديالها يعني تحللت شيئا ما. نعم هذه أشياء جيدة، أن الفيتامين بي كاين، أن الكالسيوم أصبح يمتص أحسن، نعم هذه أشياء غذائية، نعم هذه نعترف بها.